ابناء دوما والله رح نتظاهر حتى لو ما ضل غيرنا حتى لو ما ضل غير واحد رح يتظاهر لحاله ان شاء الله ان شاء الله دوما الذين ظلوا في المدينة بعد نزوح أعداد كبيرة من هذه المدينة جراء القصف خرجوا ليعبروا عن إصرارهم في متابعة مسيرتهم في نيل الحرية الله أكبر